يأتي التحول الاستراتيجي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع التقني والمهني في المملكة والارتقاء بجودة التدريب، وذلك من خلال التوسع في نطاق عمل المؤسسة، تحسين كفاءة مدربي الوحدات التدريبية، تعزيز الارتباط مع سوق العمل والقطاع الخاص، الاستخدام الأمثل للأصول، تنويع مصادر التمويل، تعزيز المفاهيم الإيجابية حول المؤسسة، وتعزيزاً لدورها في الإشراف على القطاع التقني والمهني في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. تطلق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هوية جديدة لمواكبة عملية التحول الاستراتيجي للمؤسسة. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هوية جديدة لرؤية طموحة